كيف تقنعين المستخدمين بأنكم جهة مستقلة؟ في عالم تحكمه وسائل التواصل وشعارات حرية الرأي والتعبير، تتحكم أجندات وآليات خفية فيما يسمح لك أن تكتب وتنشر، وإلا فمصيرك الحذف أو الحجب. فيسبوك، إنستغرام وغيرها من المنصات تحظر آلاف الحسابات وتحجب مئات المفردات العربية، فأين السياسة وأدواتها في هذا الملف؟ ومن يتحكم فيما ينشر وما لا ينشر؟ أحداث سياسية وصراعات دموية وعرقية واقتصادية حول العالم باتت مواقع التواصل الاجتماعي طرفاً أصيلاً فيها. اتهامات عدة لاحقت فيسبوك، المنصة الأشهر والأكثر انتشاراً في العالم، بانحيازها لأطراف في الصراعات دون أخرى، وباتباع سياسات مثيرة للجدل في التحكم بالمحتوى على منصاتها. Hate speech is very language specific. It's hard to do it without people who speak the local language, and we need to ramp up our effort there dramatically. أيلول سبتمبر عام 2022 أصدرت شركة BSR الدولية الاستشارية تقريراً هو الأول من نوعه بشأن سياسات شركة ميتا المالكة لفيسبوك فيما يخص المحتوى الفلسطيني. اعتمد التقرير في نتائجه على تحقيق مباشر مع شركة ميتا وموظفيها، وأدان بشكل صريح إزالة فيسبوك لآلاف الصفحات والمنشورات الفلسطينية دون الإسرائيلية. فتح التقرير باب التساؤلات حول سياسات هذه الشركة العملاقة ومدى تحكمها فيما ينشر أو يحظر في منصاتها. القواعد اللي يتم وضعها من فريق لا أحد يعرف عنه، وإنت قاعد بتحكي عن فريق يقوم بوضع تشريعات أو قواعد تحكم المحتوى في منصة فيسبوك، قد أعتبرها أنا الآن أكبر دولة في العالم من عدد السكان. إحنا بنحكي بتتجاوز 2.2 مليار. This is the next chapter for our services. في هذا التحقيق قرر فريق ما خفي أعظم التحقق بشكل مباشر ومستقل من سياسات فيسبوك ومدى انحيازها أو مهنيتها. أنشأنا صفحتين على منصة فيسبوك، واحدة باللغة العربية وأخرى باللغة العبرية، وعلى مدار أشهر رصدنا بشكل بحثي دقيق كيف تتعامل فيسبوك مع ما ينشر في الصفحتين. سعينا خلال هذا التحقيق لمقابلة أصحاب القرار في شركة ميتا المالكة لكل من منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب لمواجهتهم بنتائج التحقيق والأسئلة الجدلية، لكن طلباتنا قوبلت بكثير من المماطلة والتجاهل. وفي النهاية تواصلنا مع مجلس الرقابة على فيسبوك الذي شكلته الشركة، واستطعنا مقابلة إحدى أعضائه في مقابلة لم تكتمل. هذه مسؤولة سابقة. شكرا. إذا إحنا بنطلع إذا بنعمل زوم آوت عن فلسطين وبنشوف العالم ككل، إحنا بنشوف إن عندهم سياسات شبيهة ضد مثلا الكشمير، يعني علاقتهم قوية مع الحكومة الهندية، وفي عمل اللي هو بيتم ضد الجمهور الكشميري والمضمون اللي ناتج من هذه المحافظة، منطقة اللي هي واقعة تحت الاحتلال. احنا بنروح على ميانمار مثلا بنطلع شو صار مع الروهينجا، المضمون التحريض اللي كان ضد الروهينجا ما قبل التهجير وما قبل المذابح، شركة فيسبوك ما نزلته، ما تعاملت معه. من جهة أخرى احنا بننظر للي عم بيصير بأوكرانيا، طبيعة الحال في شيء معاكس، يعني المحتل هناك، يعني في احتلال، في اللي جاي يقمع ويحتل كجيش احتلالي بتم معامل معه بطريقة معينة، والمحتل اللي هم الأوكرانيين عمليهم بتم معاملهم بطريقة أخرى اللي هي مختلفة تماماً عن التعامل مع الفلسطينيين. سيدة دبرا، عملتم على تقرير حول سياسات شركة ميتا المالكة لفيسبوك الخاصة في مناطق
النزاع السياسي والعسكري في المنطقة والعالم، ما هي أبرز النتائج التي توصلتم إليها في هذا التقرير عن سياسات فيسبوك؟ أعتقد أن علينا أن نعود خطوة للوراء ونلقي نظرة على كيفية استخدام الناس لمنصات ميتا وفيسبوك مثل إنستغرام خلال فترات النزاعات. هناك عدة استخدامات رئيسية كتوثيق الفظائع وإدانة الانتهاكات التي يرونها، ومن جانب آخر نرى الحكومات والسلطات الأخرى تستخدم هذه المنصات للتحريض على العنف وتشويه السردية وتغيير نظرة العالم للنزاعات. وعموماً ما رأيناه في العديد من المواقع أن ميتا ومنصاتها لا تقدم ما يكفي لدعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. من الصعب التحديد جغرافياً، ولكن نستطيع طرح مثال. رأينا منصات مثل ميتا تستجيب بسرعة كبيرة لاجتياح أوكرانيا العام الماضي، كما لاحظنا تغيير سياساتها وتكيفها مع الظروف. وكانت إحدى التغييرات في السياسات السماح للأوكرانيين بإدانة العنف الذي ارتكبته القوات الروسية والدعوة إلى التنديد بهم. ولم نرى سياسات كهذه تطبق في سوريا مثلاً، حيث تحالفت القوات السورية والروسية معاً رغم وجود جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات من هذا النوع. لقد رأينا استجابة غير متوازنة وغير متساوية في حق بعض هذه الحالات. شهد عام 2016 انقلاباً في سياسات فيسبوك في تعاملها مع المحتوى العربي وخصوصاً الفلسطيني. أحد الشهود على هذا التحول أشرف زيتون، مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك بين عامي 2014 و2017. أخبرنا كيف يتعامل الفيسبوك مع المحتوى الفلسطيني أو العربي أو حتى الدولي المناهض لإسرائيل وللاحتلال الإسرائيلي. النقطة المحورية في طريقة تعامل فيسبوك مع هذا كانت في نهاية عام 2016، حينما قامت دولة إسرائيل بتحديد شركات الإعلام الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي بقانون جديد سيضع عقوبات مالية كبيرة جدا على الشركات التي لا تتعامل بسرعة مع الطلبات المقدمة من الحكومة الإسرائيلية الممثلة في وزارة العدل لحذف المحتوى الفلسطيني الذي يعتبر الذي هم يعتبرونه مناهض معادي للسامية أو معادي للمشجع على الكراهية. وفي هذه المرحلة كانت المنخول بداية النهاية في تعامل شركة فيسبوك بكل حيادية مع المحتوى الفلسطيني. في هذا التحقيق يكشف إريك باربينغ المدير السابق لوحدة السايبر في جهاز الشباك الإسرائيلي عن نجاح إسرائيل في إغلاق آلاف الحسابات على فيسبوك ومنصات أخرى وحجب المحتوى المناهض لإسرائيل وفق خطة إسرائيلية منظمة. سكام لفخود بمدينة إسرائيل. في إسرائيل تم الاتفاق على طريقة عمل من قبل وزارة العدل وجهات أخرى. ما هو تعريف الإرهاب؟ وما هو التحرير؟ وأي المصطلحات والكلمات التي يتم استخدامها تندرج تحت الإرهاب أو التحرير؟ أو هي مجرد تصريحات معارضة ضد نشاطات سياسية ولا علاقة لها بالتحرير؟ لذلك يقوم الشباب مثل الكثير من الشركات بجمع كم كبير من المعلومات عبر استهداف كلمات أو جمل معينة، وبعد استهدافها وتشخيصها يقوم شخص وليس آلة بفحصها، والذي بدوره يقرر إذا ما كانت هذه الكلمات أو الجمل تنطوي على أهداف إرهابية، ويشاور المستشارين القانونيين التابعين للشباك. وفي حال اتضح أن الكلمات أو الجمل أو الصور أو حتى الإعجاب لايكات بصور الشهداء أو صور لشخص يقوم بطعن شخص آخر، حتى في مثل هذه الحالة نمرر طلباً رسمياً ومنمقاً لشركة ميتا ونطلب بشكل مهني ومرتب إزالتها. عادة ما يتم التجاوب مع غالبية الطلبات، وأحياناً يحدث جدال حول بعضها، وفي بعض الأحيان يصل الأمر درجة اتخاذ إجراءات قضائية.
لكن السواد الأعظم من المحتوى تتم إزالته من فيسبوك والشبكات الأخرى. فيسبوك وما رشتوت آخرت. اعتراف مسؤول وحدة السايبر الإسرائيلي السابق دفعنا خلال هذا التحقيق لتتبع نفوذ إسرائيل داخل شركة ميتا عبر أسماء العاملين وصناع القرار فيها. في مارس آذار عام 2021 نشرت شركة ميتا بياناً تعلن فيه التزامها بحقوق الإنسان بخصوص المحتوى المنشور على صفحاتها، وقالت إن هدفها يتمحور حول جعل منصة فيسبوك مكاناً للمساواة والكرامة وحرية التعبير. بعد شهرين فقط من هذا الإعلان وخلال أحداث هبة أيار في فلسطين، تعاملت شركة ميتا بطريقة مثيرة للجدل مع المحتوى الفلسطيني على منصاتها المختلفة. نحن نقوم بأبحاثنا الميدانية ولدينا شركاء قاموا بتوثيق هذا لسنوات عديدة. لاحظنا تقييداً للحسابات والمحتوى الذي يوثق العنف وينادي بمكافحته، وقد تجلى ذلك لنا بعدة طرق. فمثلاً تم تقييد بعض الحسابات حيث لم يسمح لها بنشر بث مباشر على إنستغرام، ورأينا أيضاً حث محتوى صنف بأنه عنيف ولم نستطع توثيق هذا بدقة، وإنما تمكنا من رؤية أمثلة محددة غير قابلة للتفسير. على سبيل المثال، كان أحدهم قد نشر صوراً لعناوين من صحيفة كبيرة، أعتقد أنها صحيفة نيويورك تايمز، تقول إن الفلسطينيين لا يجب أن يستسلموا في النضال لأجل حقوقهم أو شيء مثل ذلك، ولم يتضمن أي محتوى عنيف، ولم يشمل أي دعوة للعنف، ولكن حذف بناءً على سياسة مكافحة خطاب العنف أو سياسة التحريض على العنف. في هذا التحقيق خضنا تجربة عملية مثيرة لاختبار قواعد فيسبوك ومعاييرها. صفحتان تم إطلاقهما لهذا الغرض، الأولى عربية فلسطينية أطلقنا عليها اسم لمة فلسطينية، والثانية عبرية إسرائيلية أطلقنا عليها اسم أرض الأجداد. استجاب فريقنا لجميع طلبات فيسبوك لإنشاء الصفحتين وتوثيقهما، ووثقنا على مدار أشهر آليات النشر والتقييد والحجب التي قد تواجه أي مستخدم لهذه المنصة. اعتمد فريق ما خفي أعظم عند نشر الأخبار والصور في الصفحتين على معايير وسياسات فيسبوك المعلنة، كما اتبع الفريق استراتيجية النشر بالتوازي لذات المواضيع واستخدام ذات الصور على كلتا الصفحتين، ثم قياس الإجراءات المتخذة من قبل الشركة. أول مفارقة واجهتنا كانت بتاريخ 26 يوليو تموز عام 2023. نشرنا في الصفحة العربية لمة فلسطينية خبر وصور شهداء في مدينة نابلس جراء عملية إسرائيلية. تم حذف المنشور على الفور، وأبلغت الصفحة بإنذار بحجبها نهائياً في حال تكرار الأمر. أما في الصفحة العبرية تم نشر الخبر ذاته بشكل متزامن وبصور صادمة أكثر، حيث نشرنا صور جثث الشهداء بشكل صريح مع نص تحريضي باللغة العبرية. لم تقم إدارة فيسبوك بحذف المنشور ولم تبلغ الصفحة بأي إنذار. لقد لاحظنا هذا التأثير على المحتوى بطرق مختلفة. يمكننا القول كاتجاه عام إن هناك العديد من الحالات التي تم توثيقها تشير إلى أن المحتوى الفلسطيني أو العربي أزيل أو قيد على خلاف المحتوى العبري. وكما رأينا في تجربتكم هذه في حالات محددة، نعم، هناك فرق بين كيفية التعامل مع المحتوى العبري والعربي. أنت كنت أحد المسؤولين في فيسبوك في الشرق الأوسط، كيف يتخذ الفيسبوك قراره بشأن حجب المحتوى سواء الفلسطيني أو العربي أو الدولي المناهض لإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي؟ عملياً كيف تتم هذه الطريقة من الحجب والتقييد؟ هناك مستويين، هناك المستوى الرئيسي اللي هو وضع القواعد، وضع القواعد للمحتوى، لأي محتوى يجب أن يكون على فيسبوك اللي قد نعتبره دستور يتم تطويره من قبل إدارات عليا داخل فيسبوك موجودة في مقرات الرئيسية في منلو بارك في ولاية كاليفورنيا. هذا هو الأساس الدستور. الموضوع التقني كيف يتم تطبيقه هو من خلال مزيج من الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآليات، وهذا كل هذا هو اللي بيقدر يتعامل مع الكم الكبير من المحتوى الذي يتم نشره في العالم العربي.
نعلم أيضاً أن هذه الشركات تولي اهتماماً أكبر لبعض اللغات والمحتوى، نظراً لأن اللغة العربية مستخدمة على نطاق واسع عبر المنصة، ونعلم أن الشركة تراقب خطاب العربية بشكل أكبر بكثير مما تفعله للغة العبرية، وبالتالي يمر كثير من محتوى خطاب الكراهية بالعبرية، بينما تتلقى العربية اهتماماً غير متوازن. الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها فيسبوك على مدار سنوات دفعتها إلى إنشاء مجلس مستقل تحت اسم Oversight Board. وظيفة هذا المجلس أن يراقب عمل المؤسسة والتزامها بحقوق الإنسان، ومن خلاله يستطيع المتضررون الاستئناف ضد قرارات فيسبوك. يقول أعضاء المجلس إنهم مستقلون عن شركة ميتا، وإن قراراتهم لا تخضع لإدارة الشركة. تواصلنا مع المجلس أكثر من مرة طلباً لمقابلة رئيسه أو أحد أعضائه. تم تغيير موعد ومكان وطريقة انعقاد المقابلة عدة مرات. أخيراً وفي اللحظات الأخيرة من تصوير هذا الفيلم، تمكننا من مقابلة عضو المجلس جولي أوانو، مع إصرار المجلس على أن تكون المقابلة عن بعد وبحضور مديرة الاتصال في المجلس سيمونا سيكيميك. سيدة جولي، تحدثت عن نماذج مهمة، ولكن عندما يأتي الأمر إلى فلسطين، إلى المحتوى الفلسطيني العربي المناهض للاحتلال الإسرائيلي، هناك حجب وتقييد واستهداف محتوى. هل تقرين بأن هناك أزمة لفيسبوك وميتا مع المحتوى الفلسطيني؟ لا أستطيع مخالفتك فيما تقوله. يدرك مجلس الإدارة أن هناك تطبيقاً مفرطاً لقواعد فيسبوك وإنستغرام بما يخص المحتوى العربي. لقد لاحظنا ذلك أول مرة خلال قضية عملنا عليها تتعلق بقناتكم الإخبارية الجزيرة. شارك أحد المستخدمين في مصر تقريراً إخبارياً لقناة الجزيرة، ذكر فيه تحذيرات صادرة عن الذراع العسكرية لحركة حماس. تم اعتبار هذا المحتوى محمياً وجديراً بالنشر، ولذلك لدى فيسبوك بند يسمح للمؤسسات الإخبارية بنشر محتوى قد ينتهك معايير مجتمعها. لكن في هذه الحالة بالذات تم حظر المنظمة المذكورة في التقرير لأنها تندرج ضمن فئة الأفراد والمنظمات الخطرة المحظورة من استخدام منصات فيسبوك وإنستغرام. لكننا قلنا لميتا: مرحبا ميتا، هنا قمت بقمع محتوى إخباري من مؤسسة إخبارية مهمة، وقمت بقمعه فقط لأن أحد المستخدمين قام بمشاركته بزعم أن المستخدم يدعم منظمة معينة. وسألنا فيسبوك: ما الذي يعنيه مشاركة المعلومات دعماً لجهة معينة؟ اختلفنا مع هذا الرأي وقمنا بتغيير قرار فيسبوك الذي كان يقضي بإزالة المحتوى الذي شاركه مستخدم مصري. بطبيعة الحال هناك مئات الحالات من إرجاع الحسابات اللي بنكون فيها سنوياً، فبالحالات العينية هناك نتائج، ولكن احنا مشكلتنا طبعاً يعني مش بالحالات العينية، احنا بدنا السياسة المنهجية يتم تغيير هذا، لأنه تمييز بنيوي. هل في صفحات قالوا لنا نستطيع أن نرجعها ولم تفهموا السبب؟ بكثير من الأحيان بتم استخدام التماثل مع منظمات إرهابية، يعني هي أكبر عدد من التنزيل للمضمون يعني اللي احنا بنشوفه عمليا هو التماثل مع منظمات إرهابية. طبعا هم قصدهم عن الفصائل الفلسطينية. بعض الأحيان على فكرة يعني المواطن الفلسطيني يكون بنقدها، يعني هو المضمون ما بيكون إيجابي، يعني أنا مثلا عندي مشكلة مع الفصيل المعين أو الطيار المعين فأنا بنتقده. هلا يعني الذكاء الاصطناعي اللي مفروض يعني يعرف، والخوارزميات ما بتفهم هل هذا إيجابي أو سلبي، أوتوماتيكيا بيتم تنزيله. ما نراه هو أن طريقة تنفيذ هذه السياسات تتجنب المخاطر، فلا ترغب الشركة بإثارة نقاش من بعض الأشخاص في مجموعات معينة، ذلك أنها تعتبر النقاشات السياسية كلها عادية، ولكن ليس في البلدان الناطقة باللغة العربية والتي غالبية سكانها مسلمون، فهذه النقاشات محظورة بالكامل. يعني واحدة من الأمور اللي كانت يعني مضحكة مبكية هي إنه بأيار 2021 هم أنزلوا كل مضمون كان فيه كلمة الأقصى، ولما تم التوجه لهم ليش بتنزلوا كلمة الأقصى، قالوا إحنا خربطنا ما بين مسجد الأقصى وما بين كتائب الأقصى.
احنا بنحكي عن شركة اللي هي اكبر من دول، اللي فيها يعني الوف عشرات الوف الموظفين، اللي بتعرف كل لغات العالم. انتم مش عارفين تفرقوا بين مصطلحين اساسيات. كلمات مفتاحية كثيرة ضمتها خوارزميات فيسبوك ضمن محظوراتها غير المعلنة. خلال تجربتنا العملية نشرنا على الصفحة العربية أخباراً من الميدان الفلسطيني بمضامين ومفردات فلسطينية، ومع كل استخدام لها تم تقييد الوصول للمنشورات بشكل لافت وملحوظ. على الصفحة الأخرى استخدمنا مفردات تحريضية مثل هاشتاج الموت للعرب باللغة العبرية، والذي نشرناه إلى جانب تصريح لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير يحرض على قتل الفلسطينيين. لم نتلقى من فيسبوك أي إشعار أو تحذير للصفحة العبرية، بل على النقيض تواصل انتشار الصفحة والتفاعل معها. لا نتحدث عن كلمة أو مفردة واحدة، وإنما نعمل على المحتوى بطريقة أشمل. صحيح أن كمية المحتوى التي نزيلها كبيرة لكون فضاء فيسبوك ضخماً جداً. أنا لا أتحدث العربية، ولم أعلم أن هذه الكلمة مستخدمة في العديد من السياقات. لدي زميل اسمه شهيد، ولم يكن لدي فكرة أن هذه الكلمة كانت تعد مثيرة للجدل أو قد تكون خطيرة كما يتم تصويرها في وسائل الأعلام. حالياً هناك سياسة عامة بشأن استخدام كلمة شهيد على منصتي فيسبوك وإنستغرام باللغة العربية. نحن نعمل بجد على هذا الأمر، وستكون النصائح المتعلقة بالسياسة متاحة للجمهور قريباً. ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بتمديد فترة التعليقات العامة إلى شهر، وهي فترة أطول من المدة المعتادة البالغة أسبوعين. لقد تلقينا العديد من المشاركات القيمة، ونأخذ الوقت الكافي لتقييمها بدقة. ومن الجدير بالذكر أن الآراء المعبر عنها متنوعة تماماً. هل سنستخدم هذه الكلمة بدون أي مشاكل؟ كلمة شهيد. كنت واثقة من أن مجلس الرقابة سيقدم توصيات تحترم الحقوق الأساسية والإنسانية للمستخدمين العرب، بما في ذلك حريتهم في استخدام هذه الكلمة كما نفعل دائماً. إنها عملية قد ينظر إليها أنها بطيئة، لكن هناك الكثير من التغييرات التي تحدث. أول هذه التغييرات هو الاعتراف بأن هناك مشكلة. في تقرير BSR اعترفت ميتا للمرة الأولى أن الشركة تواجه مشكلة في الرقابة على المحتوى باللغة العربية وفي الاستخدام الآلي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة، وهو أمر يزداد أهمية في الشركة وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. حتى تاريخ بث هذا التحقيق لم يصدر أي تحديث بشأن سياسات فيسبوك بخصوص استخدام كلمة شهيد، رغم تأكيد عضو مجلس الرقابة تسليم نتائج تقريرهم النهائي لإدارة شركة ميتا. ليندا صرصور ناشطة مدنية أمريكية من أصول فلسطينية، عرفت بمشاركاتها السياسية والمدنية الواسعة في الولايات المتحدة وبالمطالبة بحقوق المسلمين فيها. صنفت ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم عام 2017، ولها علاقات واسعة مع عدد من السياسيين البارزين حول العالم. لم تسلم هي الأخرى من سياسات فيسبوك حين كتبت عن حقوق الفلسطينيين على المنصة باللغة الإنجليزية. باعتباري ناشطة فلسطينية أمريكية، كان لدي تجارب عديدة مع الفيسبوك. لدي صفحة عامة وأقوم عمداً بنشر كل المحتوى الخاص بي. كلما أنشر عن قضايا مثل العدالة المناخية أو العدالة العرقية، تحظى منشوراتي بالكثير من الاهتمام. لكن عندما أنشر عن فلسطين أو أشارك مقالات تتعلق بفلسطين، حتى قبل الأحداث الأخيرة في الشيخ جراح وغزة والأقصى وجنين في الضفة الغربية، لاحظت انخفاضاً كبيراً في التفاعل على فيسبوك. يبدو تقريباً أن فيسبوك يستخدم خوارزمية لإسكات المشاركات أو مراقبتها أو إزالتها من ما يعرف بالتايم لاين للمستخدمين. بحكم عملي ونشاطي، كثيراً ما أتلقى رسائل من أفراد تم إغلاق صفحاتهم أو تمت إزالة منشوراتهم، وأحاول دعوتهم لاستعادة الوصول إلى المحتوى الخاص بهم على فيسبوك.
هذه التجربة ليست فريدة بالنسبة لي، بل ليشاركني فيها العديد من الفلسطينيين وغيرهم ممن ينشرون محتوى مؤيدا للفلسطينيين. وصلنا تجاربنا في العمل والنشر على الصفحتين. في ظل تقييد النشر على الصفحة العربية، رفعنا من وتيرة النشر على الصفحة العبرية بصور مثيرة يفترض أنها تنتهك سياسات فيسبوك المعلنة. في 11 من أغسطس آب عام 2023 نشرنا مقطع فيديو لاحتفاء مستوطنين إسرائيليين بمستوطن بعد اتهامه بقتل فتى فلسطيني. وفي منشور آخر في 24 من أغسطس آب نشرنا صوراً لتدريب مستوطنين متطرفين على السلاح بينهم أطفال. في كلا المنشورين لم يصلنا أي تنبيه أو تقييد، بل على النقيض من ذلك وافق فيسبوك على الترويج المدفوع لأحد المنشورين. سيدة مارينا، كيف نفهم وكيف تبرر فيسبوك مثلاً عندما تم وضع صور لمستوطنين إسرائيليين يدربون أطفالهم على السلاح؟ وضعنا ذلك منذ 5 أيام على الأقل، المنشور ما زال دون أي تقييد ودون أي رسالة ودون أي مشكلة. كيف تبرر ذلك وهي تقول أنها تحظر وتحجب المحتوى الداعم للإرهاب؟ نعم تامر، هذا مثال واضح على عدم الاعتدال في إدارة المحتوى. فإذا كان لديك المحتوى نفسه بالصورة نفسها، سيتم إزالة أو تقييد أحدهما لأنه بالعربية، بينما يترك الآخر دون تغيير لأنه بالعبرية. وهذا يظهر عدم التوازن في التعامل مع المحتوى، والسبب في ذلك قد يكون غير واضح. وللأسف عندما يصنف المحتوى كمخالف للسياسة بشكل غير صحيح بسبب سياسة المنظمات والأفراد الخطيرة أو أي سياسة أخرى، يصعب جداً تصحيح ذلك. ينبغي علينا أن نعرف مقدار الكفاءة اللغوية التي يمتلكها موظفو فيسبوك والمنصات الأخرى، وهل هي متساوية بين العبرية والعربية. في السايبر العنصر الأهم هو العنصر البشري، حتى مع وجود نظام كامل يعمل على أحسن صورة، في نهاية المطاف أنت بحاجة للعنصر البشري للتأكد أن الآلة وفرت إجابات مهنية، وفي بعض الأحيان تقوم الآلة ببعض الأخطاء من مختلف النواحي، لذلك تضع في نهاية العملية محللين بشريين يفهمون المحتوى ويفهمون آليات شبكات التواصل الاجتماعي، ثم يقومون بالتأكد من فحوى المحتوى وأنه يستوجب الإزالة فعلاً أو لا، بمعنى أن التقدير بشري. صوفي جان، عالمة بيانات، عملت موظفة في فيسبوك قبل أن يتم تسريحها من الشركة. انتقدت جانك في مذكرة مسربة تباطؤ الشركة وتجاهلها للحسابات المزيفة والتي تؤثر على العديد من الشؤون السياسية حول العالم. ذكرت جانك في مذكرتها المطولة أمثلة لحكومات وقادة سياسيين حول العالم استفادوا من وجود مئات الآلاف من هذه الحسابات المزيفة. هذا الكم الهائل من الحسابات المزيفة، أو ما بات يطلق عليه الجيوش الإلكترونية، قادنا للتساؤل حول مدى استغلال إسرائيل لهذا الأسلوب في استهدافها للمحتوى الفلسطيني. استخدم عدد من البلدان أنواعاً مختلفة من الجيوش الإلكترونية للتأثير على كيفية إدارة المحتوى، بدءاً من الصين وصولاً إلى روسيا وعلى الأرجح إسرائيل التي قد استخدمت بالفعل هذه الجيوش. والآن تقول هذه الشركات بما فيها فيسبوك أن أنظمتها لا يمكن أن تكون متلاعبة. الحقيقة أن وجود أشخاص يهتمون كثيراً لأفراد معينين على منصة ما ستكون هناك بلاغات أكثر. الأرجح أن الدولة الإسرائيلية تستخدم مثل هذه الأفراد، لذا لا نتوقع أن يكونوا على قدر من الشفافية. ولكن هناك حديث كثير عن تدخل الحكومات في قرارات وسياسات فيسبوك، وسؤال مهم عن إسرائيل كحكومة كأجهزة أمنية في سياسات وقرارات فيسبوك وحجب المحتوى الفلسطيني والعربي. سأشير مرة أخرى إلى وحدة الإنترنت والتي تعرف في إسرائيل باسم وحدة السايبر الإسرائيلية، وهي جزء من مكتب النائب العام في الدولة،
تقوم بتحديد محتوى تريد إزالته بشكل اختياري من شركة ميتا وأيضاً من يوتيوب وشركات أخرى إذا اعتقدت أنه ينتهك شروط الخدمة الخاصة بفيسبوك أو ميتا أو أي شركة أخرى، لذلك فهم لا يخضعون لإجراء قانوني ولا يدعون أن هذا ينتهك القانون الإسرائيلي، إنما يقولون: هل رأيتم هذا المحتوى؟ باعتقادنا يجب إزالته. وحدة السايبر الإسرائيلية، وهي وحدة تكنولوجية أمنية تتبع لوزارة العدل الإسرائيلية، تشرف الوحدة على فريق عمل أشبه بجيش إلكتروني، وظيفته متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير فيها. حصلنا على الإحصاءات الرسمية لنشاط هذه الوحدة، والتي تظهر تصاعداً ملفتاً في نشاط الوحدة السبرانية الإسرائيلية بخصوص طلبات الإزالة أو تقييد الوصول للمحتوى الفلسطيني منذ عام 2016 وحتى عام 2020، حين بلغ عدد الطلبات التي أرسلت لشركة ميتا من الوحدة قرابة 4500 طلب. وفي وقت هبة أيار عام 2021 قالت الوحدة إن المحتوى المبلغ عنه قد ازداد بأكثر من 8 أضعاف. وفي عام 2022 وخلال شهر واحد فقط أرسلت الوحدة السبرانية الإسرائيلية أكثر من 5000 طلب إزالة وتقييد للمنصات. وحدة السايبر الإسرائيلية اللي هي موجودة تحت إطار وزارة القضاء الإسرائيلية هي نقطة اللقاء ما بين المتطلبات بالتنزيل بين الأجهزة الأمنية عملياً الإسرائيلية وما بين الشركة، وهي عم بتدير كل هاي العملية، فبالتالي في علاقة وطيدة، في تنسيق على مستوى المتطلبات التنزيل، يعني هم بيطلبوا عملياً عشرات آلاف المضامين اللي تم تنزيلها ويومياً بتم إنزالها. إحنا بنعرف من مدير وحدة السايبر إنه هو عم بيقول بين 87% ل90% من طلباتهم يتم الرد عليها إيجابياً من قبل شركة ميتا. إذا رجعت إلى سبب التقييد، لماذا تم تقييد حسابك؟ على أي المنشورات؟ ذات مرة تمت إزالة أحد منشوراتي وقالوا إنني أنتهك معايير المجتمع، أعتقد بوجود برامج لتبليغ الجماعي المكثف. عندما ذهبت إلى فيسبوك ذات مرة لأسأل: مرحباً، لماذا حدث هذا هنا؟ ما هي المشكلة؟ كان ذلك بسبب حملة بلاغات جماعية، استمر شخص ما في الإبلاغ عن مشاركتك بشكل متكرر، إلا أن المنشور نفسه كان واضحاً جداً وبالطبع متعاطفاً مع الفلسطينيين، لكنه لم يتضمن أي خطاب كراهية. لم يكن هناك أي شيء يمكن اعتباره خطاب كراهية، ولكن لسوء الحظ يفتقر فيسبوك إلى التوازن في ذلك، وحتى هذه المنشورات تمت إزالتها على الرغم من تشابهها مع منشورات النشطاء الفلسطينيين الآخرين عبر الإنترنت. يعني في 2020 كان في تسريب في مواقع عمومية إنه الإبلاغات من قبل المستخدمين أو استخدام الريبورتينج ميكانيزم على منصة ميتا بخصوص ما يعرف بخطاب الكراهية أو الحمض على الإرهاب أو العنف، زاد عدد التبليغ، زاد عن دول زي أمريكا زي البرازيل. فأنت متخيل أنه من دولة هالقد صغيرة أو بالكيان هالقد صغير قديش عنده مكرس طاقات من أجل مراقبة ومراقبة المنشورات الفلسطينية والإبلاغ عنها. عندهم جيش كامل للتبليغ، وحتى واحدة المنظمات تقصد إسرائيل عندها، إسرائيل عندها جيش كامل للتبليغ، وحتى واحدة من المنظمات اليهودية في أمريكا قامت بإطلاق تطبيق يشجع المستخدمين والمشتركين في هذا التطبيق سواء في إسرائيل أو في دول أخرى للقيام بالتبليغ عن محتوى هم اختاروه وتبليغ عليه مباشرة مع فيسبوك. تطبيق أكت آي إل أطلق عام 2017 كمشروع مشترك بين جامعة هرتسيليا الإسرائيلية والمجلس الإسرائيلي الأمريكي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له. يرتبط هذا التطبيق بعلاقة وثيقة مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، وينشط فيه آلاف الناشطين الداعمين لإسرائيل حول العالم، ويعملون على مدار الساعة للتبليغ بكثافة عن المحتوى الداعم لفلسطين. ارتباط مثل هذه التطبيقات بجماعات الضغط التي تعمل لصالح إسرائيل قادنا للتساؤل عن الدور الذي تلعبه هذه اللوبيات في الضغط على إدارة فيسبوك. استطاعت دولة إسرائيل خلق منظومة قوية جداً للضغط على الشركة، سواء تشكيلة من التشريعات القانونية، دخولهم على نظام مخصص للإبلاغ عن المحتوى،
وآخر شيء استخدموا أدوات ضغط اللي هي معروفة للجميع، بحاولوا يضغطوا نوعا ما من داخل دولة إسرائيل، من داخل القنوات المتاحة لهم. لكن بنفس الوقت هناك العديد من المنظمات التي يستخدموها الموجودة داخل أمريكا التي تقوم بالضغط على إدارة منصة ميتا من قنوات أخرى تابعة لها، فخلقوا منظومة ضغط ومنظومة تأثير على منصة ميتا أمازون غير متوفرة في العالم، غير فقط في دولة إسرائيل وفي الهند. يعني كل دولة طورت مثل هذه الميزة وهذه القناة تستطيع أن تفرض سياستها؟ تستطيع أن ترفع نسبة تجاوب ميتا لطلباتها، لكن لم تصل أي دولة حول العالم إلى نسبة التجاوب التي تحصل عليها دولة إسرائيل من قبل ميتا. سأعطيك مثالاً. رئيس منظمة مكافحة التشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة صهيونية يمينية تقدم نفسها على أنها تدافع عن الحقوق المدنية، وهي تدعم بقوة دولة إسرائيل. مؤخراً تناقش رئيس هذه المنظمة مع أحد كبار المسؤولين في شركة ميتا، وأحد الأمثلة التي قدمها هي أن أي شخص ينشر فلسطين حرة على الإنترنت فهو معاد للسامية، معتبراً ذلك استهدافاً له كصهيوني ويهودي. لذا عندما يكون لديك قائد لمنظمة كبيرة في الولايات المتحدة وهي منظمة صهيونية يمينية لها تأثير كبير، يدعي أن شعار فلسطين حرة في حد ذاته هو معاد للسامية خلال مناقشته مع كبار المسؤولين في فيسبوك، فإن ذلك يظهر لك مدى الطبيعة الإشكالية للأفراد الذين يدعون إلى الرقابة. لذا تخيل هذا الشخص هو الذي يجلس على الطاولة مع مسؤولي فيسبوك. تحدثت عن إسرائيل واستخدام الوحدة السبرانية وغيرها، ماذا عن المؤسسات الرسمية العربية؟ ألا تستطيع مثلاً في فلسطين السلطة الفلسطينية، هل تستطيع أن تقوم بالبلاغات وأن تمارس دورها؟ هناك محاولات من قبل الحكومات العربية، مش إنها تحدث في المحتوى أو طالب الشركات بحث المحتوى، إنما محاولة تشويه أو تنصه عن طريق نشر الأخبار المضللة، عن طريق عمليات ما يعرف بالإنفلونس أوبريشنز حتى في السياق الفلسطيني. والمؤسف في الموضوع إنه بدل ما تكرس السلطة الفلسطينية تكرس جهودها والمهارة المحدودة الموجودة عندها من أجل مناصرة الخطاب الفلسطيني أو تأثير على مثل هاي المنصات متى أو غيرها، نحاول إنه بنشوف إنه كمان عم تحاول تتعلم من الجانب الإسرائيلي لأن محاربة أي أصوات معارضة ضد الحكومة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية. يعني السياسة الإسرائيلية لم تكتفي بمنهجية التبليغ، أيضاً أثرت أيضاً على صناعة خوارزمية فيسبوك في تغيير المفاهيم، حاولت أن تؤثر على القواعد التي تحكم عمل الخوارزميات فيه، واللي هي اللي ذكرناها القواعد. مثلاً أي شخص يقوم بحركة بيديه لمحاولة رمي، قد تكون حجر أو قد تكون ورقة حبة تفاح، فأي حركة يحاولوا التعامل معها إنه أي شخص يقوم بهذا العمل، هذا الشخص بيقوم بعمل يدعو على العنف وعلى القتل. العلاقات جيدة بين الطرفين ويوجد تفاهم لناحية الأمور التي نطلبها. يوجد تفاهمات بين أجهزة الأمن في دولة إسرائيل وأطراف أخرى مثل شركة ميتا، مفادها أنه عند وجود نشاطات شاذة يمكنها أن تؤدي إلى نشاط إجرامي ولا يهم من أي طرف، فإن شركة ميتا ستقوم بتقديم المساعدة من أجل منع مثل هذه النشاطات، ولا يمكنني أن أضيف أكثر. One of those was changing our policies to not allow hate speech against Jews when it comes to attacking them based on the idea that Jews were... جوردانا كاتلر، مستشارة بنيامين نتنياهو السابقة، عينت في فيسبوك مديرة للسياسات العامة لإسرائيل والشتات اليهودي. في هذه المقابلة الصحفية تقول جوردانا إن وظيفتها هي تمثيل إسرائيل في فيسبوك، كما تقول إنها ضمن الفريق المعني بصياغة السياسات في فيسبوك، وتؤكد أنا أمثل إسرائيل في اجتماعات هذه اللجنة. هذه المسؤولة حاولت لفترة بقيام بتغيير تعريف منصة ميتا للضفة الغربية حسب لائحة وحسب تعريف وزارة الخارجية الأمريكية. الضفة الغربية هي منطقة محتلة،
لكن حاولت هذه المسؤولة الفترة واستعملنا أنا والفريق اللي كان بيساعدني ومناصرين إلنا بكل شيء ممكن لنا بمحاولة عدم قبول الإدارة بتحويل تسمية الضفة الغربية من منطقة محتلة إلى منطقة متنازع عليها. هذا التحويل له تداعيات كبيرة جدا. كل هذه الأشياء كانت تجاوزات من داخل الشركة وليس حسب طلبات من الحكومة الإسرائيلية. وهذه المسؤولة الإسرائيلية كانت نافذة في الشركة؟ نافذة، نفوذها كان أكبر من النفوذ الذي يجب أن تحصل عليه الدولة بحجم إسرائيل. بالبحث عن طبيعة الموظفين العاملين في شركة ميتا، وجدنا مئات العاملين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في مختلف مستويات الشركة، مديرون ومشرفون وتقنيون في مختلف الإدارات في مقرات الشركة في إسرائيل وفي الولايات المتحدة. بعضهم كانت لديه صلات سابقة بالجيش والحكومة الإسرائيلية. من أبرز الموظفين المؤثرين آدم موسيري رئيس منصة إنستغرام، وديفيد فيشر مدير الإيرادات المالية في فيسبوك، وهو ابن ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق. لكن اسماً بحد ذاته بدا لافتاً، إيمي بالمر المديرة السابقة في وزارة العدل الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن وحدة السايبر التي تحارب المحتوى الفلسطيني. الصادم في الأمر هو تعيين بالمر في مجلس الرقابة التابع لفيسبوك، وهو ما يطرح العديد من الشكوك حول مدى استقلالية هذا المجلس. إيمي بالمر، والتي أعرفها جيداً وأعرفها شخصياً من خلال العمل على مشروع مشترك، هي مندوبة إسرائيلية خبيرة قانونية، وأنا أرى أنها موجودة في المكان الذي تشغله الآن نتيجة لخبرتها القضائية ونظرتها الشمولية والواسعة والمتوازنة. الآن أن نتهم قيام أحد ما بإدخال إسرائيلية للمجلس من أجل غايات معينة يشتم من هذا الكلام رائحة ليست طيبة، وأنا أرفض هذا تماما. عندما نجد في قائمة أعضاء المجلس الرقابي الذي أعلنته أو شكلته شركة ميتا الأوفرسايت بورد، من بين هؤلاء الأعضاء مسؤولة سابقة في وزارة العدل الإسرائيلية، كيف تفسرين ذلك؟ وكيف تبرر فيسبوك ذلك؟ أجد أن اختيار إيمي بالمر خصوصاً للمجلس الاستشاري لفيسبوك أو ميتا مثير للقلق. أولاً، أعتقد أن المجلس الاستشاري عموماً غير متوازن في اختيار بعض الأعضاء من بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أعتقد أن هناك عضوين فقط يتحدثان العربية، واحد أو اثنان فقط في المجلس. ولكن ما يثير قلقاً خاصاً في اختيار بالمر هو دورها في الحكومة الإسرائيلية. لم نرى آخرين يتم اختيارهم من دول أخرى قد شغلوا مناصب في حكوماتهم. أيضاً كان دورها الخاص العمل مع الشركة لإزالة المحتوى، لذا أعتقد أنه من المثير للقلق حقاً أنها عضو في مجلس الإشراف على ميتا. كيف نقتنع، كيف نفهم أن مجلسكم هو مجلس مستقل في الوقت أن أحد أعضاء هذا المجلس هي مسؤولة إسرائيلية سابقة في وزارة العدل الإسرائيلية وانخرطت في محاربة المحتوى الفلسطيني على فيسبوك وعلى منصات شركة ميتا؟ كيف نفهم ذلك ونقتنع أن هذا المجلس التي أنت عضو فيه هو مجلس مستقل؟ كل عضو في مجلس الرقابة مستقل تماماً، ونفصح عن أفكارنا بحرية مطلقة ونختلف مع فيسبوك. But I mentioned you a name. She's a former Israeli official. She's a well-known. أنا أعرف جيداً الشخصية التي تتحدث عنها، ومع ذلك إذا كانت هناك أي مخاوف بشأن حيادنا فكن مطمئناً إلى أننا لن ننحاز أبداً إلى فيسبوك، بل سنعارض وجهات نظرهم باستمرار. كيف تقنعين المستخدمين بأنكم جهة مستقلة؟ هذه مسؤولة سابقة في وزارة العدل الإسرائيلية وهي منخرطة في محاربة المحتوى الفلسطيني. ماذا لو كان الأمر على النقيض؟ مسؤول عربي أو فلسطيني سابق معروف بمواقفه المعادية للاحتلال الإسرائيلي، كيف سوف يكون الحال؟ لدينا أعضاء عرب. Arabic speakers, not ex-officials of Palestinian of. لدينا 22 عضواً في المجلس. لقد تجاوزنا الوقت المحدد للمقابلة، ولم يكن اتفاقنا أن يكون هذا الموضوع جزءاً منها. إذا كنت ترغب في مناقشة هذا الأمر، يمكننا إعادة النظر فيه لاحقاً. ليس من المناسب مناقشة هذا الجانب من عملنا باستفاضة. Interview and thanks for your time and hopefully see thank you very much. شكرا لكم. Thanks thank you very much. Bye. Thanks. شكرا everyone. Goodbye. شكرا.
في 25 من يوليو تموز عام 2023 نشرنا على الصفحة العبرية التي أنشأناها صوراً لمظاهرات حاشدة لمعارضين إسرائيليين للحكومة الإسرائيلية في ساحة الكنيست. حاولنا عمل ترويج مدفوع للمنشور، لكن فيسبوك رفض الترويج وأرسل رداً آلياً يعزو رفض الترويج إلى تعارض المحتوى مع معايير فيسبوك الإعلانية. المفارقة كانت حين طلبنا ترويج المقطع ذاته على الصفحة العربية، تم قبوله على الفور دون إظهار رسائل أو تنبيهات. كيف نفهم أنه لا يوجد سياسة في هذا الموضوع؟ يمكن أن يكون هذا مثالاً آخر يظهر كيف يتم احترام حرية التجمع والتظاهر لبعض المستخدمين ولكن ليس للبعض الآخر، وفي حالة أخرى يسمح بانتقاد الحكومة وتنظيم الفعاليات واستخدام أصواتنا على المنصة بينما يتم تقييد الأطراف الأخرى دون تبرير. سيؤثر هذا على القضية بشكل كبير. بعد استحواذها على شركات تكنولوجية إسرائيلية، افتتحت فيسبوك في تل أبيب واحداً من أكبر مقراتها خارج الولايات المتحدة. كل ذلك يعزز من الحديث عن علاقة تعاون وثيقة تجمع إسرائيل مع فيسبوك. يعني علاقة ميتا بالدول الإسرائيلية هي علاقة عميقة زي ما احنا بنعرف، يعني في مصالح، في شبكات تداخل بتبدأ بالمستوى الاقتصادي. إسرائيل كسوق هي أكبر من العديد من الدول العربية مجتمعة كسوق من ناحية الإعلانات، فطبعاً في مصالح للشركة موجودة. في كمان الجانب التكنولوجي، شركة ميتا لها علاقات تكنولوجية مع السوق الإسرائيلية، قامت بشراء عدة شركات، لها كمان مهندسين، مجموعة من المهندسين الموجودين في إسرائيل، وبالتالي هذا كمان عامل. بما يخص الأسباب الاقتصادية يجب علينا أن ندرك أنه شركة ميتا في آخر عدد من السنوات قامت بعدد من الاستحواذات المهمة جدا على شركات تقنية وتكنولوجية داخل دولة إسرائيل، وهذه الشركات بقت تعمل بموظفينها والمهندسين داخل دولة إسرائيل. فالسبب الأول هو محاولتهم الحصول على عدد من أهم المواهب وبالأخص من المهندسين التقنيين. فيسبوك تستثمر في إسرائيل نظراً لوجود آلاف وعشرات الآلاف من الشبان الذين خدم غالبيتهم خلال خدمتهم العسكرية في وحدات تكنولوجية مختلفة، وليست تلك الخاصة فقط بالاستخبارات وإنما أيضاً وحدات تكنولوجية أخرى. أعتقد أن فيسبوك اختارت إسرائيل لكونها دولة صغيرة وفيها الكثير من المؤهلين، ولقدرة فيسبوك على الاستفادة بسرعة من هؤلاء الأشخاص، خبرتهم في الاختراعات الرقمية الجديدة بإمكانها القيام بذلك بالاستعانة بالأدمغة الإسرائيلية. هل تستطيعين أن تقول أنهم نجحوا في إرهاب الناس من الكتابة على فيسبوك تأييداً للقضية الفلسطينية؟ سبب النشر عبر الإنترنت هو إيصال منشوراتك إلى جمهور واسع، ومع ذلك إذا كنت ترغب في مشاركة محتوى حول فلسطين فإما أن يتم تجاهله أو لا يتم عرضه بشكل كاف، وهذا قد يثني بعض الأفراد وخاصة أولئك الذين ليسوا فلسطينيين عن النشر عن فلسطين. سنواصل كفلسطينيين النشر والمناقشة حول فلسطين مهما كانت الظروف، ولكن ماذا عن حلفائنا والذين يرغبون في إظهار دعمهم لنا؟ خلال حديث مسؤول وحدة السايبر الإسرائيلية السابق بخصوص تعاون حكومة إسرائيل مع شركة ميتا، أثار نقطة غير متوقعة تكشف بأن طبيعة التعاون لا تقتصر على طلبات الحجب والإزالة، بل تتعداها إلى طلبات لإبقاء محتويات محددة لأغراض استخبارية. إشارتي لما إشارتي أبقيت بعض المنشورات لأنني جهاز مخابرات وأريد أن أراقب بأي اتجاه يمكن للأمور أن تتطور. هكذا تعمل أجهزة المخابرات، لا تقوم دائماً بمسح المحتوى، في بعض الأحيان نبقي على منشور من أجل جذب من نبحث عنهم. هكذا نعمل، هذه بعض الطرق التي نستخدمها، هكذا تعمل كافة أجهزة المخابرات في العالم، وهذا الأمر ينطوي على أخطار يمكنها أن تؤدي إلى حوادث غير جيدة، لكننا نعرف كيفية إيجاد التوازن المطلوب بين جمع المعلومات وبين وقف انتشار المحتوى. الحادثة الأخيرة التي أتذكرها حين عملي كانت أزمة خطف الشبان المستوطنين الثلاثة في الخليل، حينها لعبت فيسبوك دوراً أكبر من خلال نشرها صوراً بظروف مختلفة. أتذكر لقاءات معهم من أجل التنسيق والسير على نهج موحد، لكنه تنسيق على المستوى الاستراتيجي أكثر منه على المستوى العملي. بعد تجربة استمرت لأشهر خلال هذا التحقيق
وأثناء محاولتنا نشر خبر لنعي شهيد فلسطيني قضى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يسمح فيسبوك بنشر الخبر وقام على الفور بإغلاق الصفحة العربية. أرسلنا اعتراضاً على القرار وفقاً للآلية التي يتيحها فيسبوك، وأثناء عملية الاعتراض وصلنا إشعار بحذف الصفحة بشكل نهائي وتقييد الحساب الذي يدير الصفحة. بعدها تواصلنا مع إدارة الشركة للاستيضاح، لكن لم يصلنا أي رد من فيسبوك حتى الآن. في المقابل بقيت الصفحة العبرية متاحة ومفتوحة رغم استمرار فريقنا بنشر محتويات فيها تخالف سياسات فيسبوك المعلنة. ومع انتهاء تجربتنا البحثية في هذا التحقيق قررنا من طرفنا تعطيل الصفحة العبرية مع احتفاظنا بجميع البيانات الخاصة بها منذ لحظة إطلاقها وحتى تعطيلها. أعدنا مجدداً إرسال رسالة مفصلة إلى إدارة فيسبوك للرد على نتائج تحقيقنا، لكننا لم نتلقى أي رد حتى تاريخ بث هذا التحقيق. رواية تصادر وأخرى يطلق لها العنان، ضحايا تحجب أصواتهم وجنات يغردون، تدافع فيسبوك ومثيلاتها عن سياساتها ومعاييرها بدعوى محاربة الكراهية، لكن خلف هذه الواجهة اتهامات بسياسات وأجندات خفية، أجندات تحضر فيها إسرائيل وحلفاؤها وأدواتها، وما خفي أعظمه.